تفضلوا. انت منين؟ تفضل. مرحبا. مساء الخير. تمام. تفضل. تفضل. حضرتك زاهر قيس، كنت موجود امبارح بوسط بيروت ضمن الثورة، وشو صار؟ والله اللي صار، اول شيء كيفكم؟ ماشي الحال انت؟ تعرف اللي صار، عم ننزل نحن من اول يوم وما بنضلنا نعيد الاشياء اللي عم ننزل كرماله لانه علقت. لا بدي اعرف بالضبط شو صار. شو المشكل؟ اللي المشكل انه ما في مشكل، المشكل انه عم نصور عادي وبننزل بنكون واقفين عادي، وفجاه ما بنشوف غير مجموعه من مكافحه الشغب ظهروا من الباب وهجموا على العالم، وانا كنت طالع لايف فيسبوك يعني شفتهم الناس كلها. ما كان في سبب، ما كان في تحركش بالقوى الامنيه. أنا عبداً عبداً. ما حدا من المجموعه اعتدى على القوى الامن الداخلي او مش معناتها ما بيعملوها، بس بدنا نوضح يعني. انا ما شفت كل هيدا الشيء، يمكن اذا قنينت مي مثل ما عم بقول. نعم. بس ما تخيلت قنينت المي كانت تاخذ هيدا الرياكشن اللي اخذتهم. شو الرياكشن؟ شو ردت؟ شو صار معك؟ ردت الفعل انه طلع من جوا تقريبا شيء 50 او اكثر 70 عنصر، وفجاه ركضوا على العالم. وفجاه انا واقف كثير بعيد، يعني كنت عم صور من بعيد، وضلوا دغري رايحين لعندي، دغري 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 هيك طق. واعتقلوا؟ اخذوك واعتقلوك؟ بتخيل خطف هيدا اسمه. انه حدا عم بيصور. تعتبر انه خطفوك اجباري لانك عم تصور؟ انه حكيتوا، حاولت تقول شيء ولا ما لحقت؟ هيدا النقطتين انا جاي احكي فيهم كثير لازم ضوي عليهم. اول نقطه انه كنت كثير معهم رواق، وكل اللي عم ينزل لتحت وبيتابعونا وبيشوفونا وبيعرفوا نحن فنانين. يعني كثير مسلمين لدرجه الملل المسالمه عنا. بكثير تهذيب عم نحكي، هن كل الوقت عم بيسبسبوا ويخبطوا ويلبطوا. اوكي. ما عرفت ليه انه مخلص ما انا ماشي معك. عرفت عن هويتك ولا لا؟ عرفوني اوتوماتيك. عرفوني. شو قالوا لك؟ قالوا لي عم تصور مسلسل، مفكر حالك بمسلسل، فعرفوني. انه عرفني اللي اخذني يعني. اوكي. بعدين جوا اللي صار البارت اللي بعد الشريط جوا، طب ما انا صرت معك وانا رواق على الاخر، مش انا بس والشباب كلهم وما في حدا عم بيطلع صوته، طب ليه الخبيط؟ ليه التدفيش؟ ليه المثبات؟ بعدين في صوره انحطت على السوشيال ميديا الشباب نايمين بالارض وكذا، صارت اللبنانيه يتحذروا اذا هي بلبنان. هي قديمه، هي ثاني نهار بالصور. هيدي صارت معنا لنا. نفس المشهد على الرصيف، نفس التربيط الايدي، نفس كل شيء، وفوق هيدا وكله بعده شغال ساعه لبطه، ساعه خبطه، ساعه ما بعرف شو. طب ما نحن بالارض، نحن ما حدا منا عم يحكي. لدرجه عبالي اعرف كيف بشوفونا تبع مكافحه الشغب لنا كناس برا عم نتظاهر اكثر من سلميين. هلا شغلتهم مكافحه الشغب ان يتصرفوا هيك. إيه. بكل العالم يعني كمان. بس سؤال انه بتحسي منه كره موضوع بموضوع، كره شخصي لو لشوي؟ لا انا لا 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 ما كره لا شخصي. لا لا نيشان بتقول شغله كره شخصي. ما بذكر شخصي، بس احيانا بيبقى في امر انه فوتوا وكسروا. انا بتذكر ثاني نهار وقت رياض صلح وصار في قنابل وسيل دموع على الهوا، نيشان قوى الامن ماسك العصا وعم تمرق على كل المطويات وتكسرهم، ما في عليهم حدا، المطويات كمان الصحفيين. وقتها نشدنا وزيره الداخليه رايا الحسن، يا عم فهمنا اذا في مشاغبه، فهمنا عندكم قرار تهجموا، بس ليش التكسير بهذا الشكل؟ فعلا الصدام العدائي. ايه مثل كانه خلص عنده شيء قدامه بده يكسر. بدي اكسر النقطتين اللي هن سريعين. من ثم انه من بعد هيدا كله اللي ما فهمت انا شو السبب، انه وعرفوني، عرفوني لانه عم بيحكوا معي بسبب ضربوك. رجعوا جوا بس وقفوا. خلص شوي بالخبريه. هو بكلبجوكي وبحطوكي بالارض وبحطوك كيف الصوره. انت كلبجوك وحطوك بالارض. بتنام يعني؟ بتنام هيك على الارض على جنب. اوكي. المشكله وانت بالارض بعد في لبيط عم ينزل عليك، ما كنت اعرف على الراس على الظهر على البطن. انا مثلا هون اكلها ضربتين في ردرد ولا مش هالقد؟ جابوا الصليب الاحمر امبارح، شاف في ردرده، في حدا كان مفجوم راسه خمس قطب، في حدا عينه. بس انت شو صار لك؟ تردد. اوكي. في ردرده وضربات هون. وعم بيحكوا معي بصفه بيعرفوني انه عم تمثل، مفكر حالك بالهيبه، مفكر حالك، يعني عارفيني منيح الجماعه. وهيدا كله انت بالهيبه كنت؟ كنت بالهيبه. وبعد قد ايه فلتوه؟ المهم لكمل بس كم شغله سريعين. اجى الرائد، رجع تبع المسؤول عنهم او الضابط المسؤول عنهم، كان كثير مهذب، رجع قعدنا وشربينا مي وقال له ما عاد حدا يتعاطى مع الشباب. بعدين نقلنا على سكنة الحلو لتحت، سكنة الحلو عن جد تحيه لإله. ليه؟ بكثير تهذيب، بكثير احترام، معودين لانه على الشباب بس ما غلط معنا باي شيء ابدا 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 ابدا. وهيدي النقطة. بعدين عندي نقطة ثانية اللي هي انه بس انا عبالي هيدا اللي ضرب امبارح هالناس هي، بس يروح بده يصف سيارته بده يدفع بارك ميتر يتذكرنا، انه من الاشياء اللي قدرنا نحن عملناها
كان في البارك ميتر كانت عم تسرق لغيناها، بس بدي يروح يدفع فاتورة التليفون. محمد يلي ضربك؟ بس خليني كمل هو. بس بدنا نروح محمد. ما بعرف هلا التقيت فيه. شو كيف قد ايه بتعرفه صار لك هلا بتعرفه؟ قبل الاستديو بشوي. لأنه محمد هو على ما يبدو المندس يلي فات ضربكم. مندس أنت؟ مندس. لأنه نحن بنسمع المندسون، أنت من المندسين؟ بدي أسألك، إيه مندس ما عندي أي مشكلة. مندس. من مين؟ ضد خير مالو شوي مندس، مندس ضد هذه الدولة. شو من نحن مواطن شو؟ الخبريه اللي عم تتداول انت بتعرف شو يعني مندس؟ استخبرك شيء خبريه اللي عم تتداول لا انت عارف انت مصطلح مندسون شو رايك تسمي مندس وعميل ومخبر وسفرات كلهم حطونا يعطوني اياهم يعني الحمد لله بعد ما في ولا لا بلا ما سلموني اياه شو بعد بدك؟ شو عملت؟ كان صار لي خمس دقائق واصل بس تخبر الخبريه لانه قالوا انه انا قولها بسرعه صار لي 20 يوم ماني نازل على الشغل نعم شو بتشتغل؟ قالوا لي بدك تنزل على الشغل شو بتشتغل؟ بشركه مخازن نعم كان صار لي 20 يوم ماني نازل على الشغل كنت عم بنزل على الشغل من بعدها انه بنزل وفل بنص دوام قالوا لي لا انه في كثير ضغط شغل بدك تنزل بدك تضل حاولت فل ما قدرت فل سيارتي كانت منزوعه خلصت شغل طلعت صلحت سيارتي كنت وقتها ناوي ما انزل على التضارب اوكي وصلنا ايه وصلنا انك نزلت خبرنا خبرت حقيقي نزلت بالليل نزلت بالليل قلت حب يعني بفرجيك الواتساب حكاني صاحبي قال لي نحن جايين نزلت يا محمد وصلت كان صار لي خمس دقائق واصل عم سلم على اصحابي واذ بتفاجئ مكافحه الشغب والعالم عم تركض يعني انا عندي شهود يعني يطلعوا الكاميرات من السراي ويشوفوا انه انا كان صار لي خمس دقائق واصل وشفت مكافحة الشغب العالم عم تركض ليش عم بيقولوا انت اعتديت على القوى الأمنية؟ ما بعرف وبسببك انت عندك سوابق بس يعني عندك سوابق محمد؟ إذا عندي سوابق كانوا حملوني لا ما حملوني ولا مرة انلقطت ب كذا كذا مرة انلقطنا بالعكس كذا مرة انلقطنا وايام كثير انا ما شو يعني انلقطنا انت لوحدك ولا عم تحكي عن حالك بالزمن؟ لا كثار انه نكون مع الشباب ويكمشونا بينزل القوى الأمنية مكافحة الشغب بحملوا الكل بس بهال لك زاهر عم يبتسم ليه عم تبتسم زاهر؟ عم ببتسم انه قول حقيقة زاهر خايف منه؟ لا اكيد ليه بدي خايف منه؟ خي اذا شفتني تحت انا بوقتها قل لي لك هيدا مش موضوعي يعني لا 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 بلا انا موضوعي لحظة لحظة على الهوا ما عندي هيدا موضوعي انا اذا مش موضوعك طلعوا الكاميرات طلعوا السراي ما بدي كاميرات زاهر موجود انا عم قل لهم انه ببساطة صار له 30 يوم او 35 يوم انا مأكد كثير بيعرفوا مين عم بشاغب ومين محمد بيعمل محمد هجم على القوى الأمنية انا على القوى الأمنية انت ما شفته مع انه نحن معلوماتنا بتقول انه انت شفته هيدي معلوماتك انا كنت طالع لايف فيسبوك موجود عندي يعني انتشر كثير الفيديو طيب. لايف للكفتات اللي وقفوني بنشوف اذا انا كنت موجود انا كان صار لي 5 دقائق واصل محمد انت بتنتمي لاي ولا جهة لأي ولا لاي حدا وهذا الشيء اللي عامل لي هيدي البلبلة لانه انا ما بنتمي لحدا ابوك معنا على الخط استاذ محمود حرز مساء الخير استاذ محمود حرز وطي لي صوت التلفزيون الله مساء الخير حضرتك بيو لمحمد شو بدك تقول شو وطي الصوت وطي الصوت شو بدك تقول أول شيء بدنا نستنكر كل الاستنكار أطول على سماحة السيد حسن نصر الله والأستاذ نبيه بري نعم هذه الدرجة الأولى أوكي والتطاول على قناة الجديد يعني هذه خليك اسمعني أنا كمان مثلكم إعلامي ممتاز بس خليك لو سمحت بإطار الحكي بعد شوي رح نحكي على بس بدي أبرر لك معلش ما هذه كمان بدك تسمحوا لنا فيها لأنه نحن يا عزيزي عم بسألك سؤال خليك معي خذ وقتي نعم. خليك معي طبعا. شو بدك تقول عن ابنك قل لي شو بدك تقول عن ابنك ابني شحم بدرجه اولى اوكي وانا امبارح كنت عم تابع الاحداث المجريات اللي صارت امبارح وصرت بدور بين الناس اطلع على ابني شوف ابني بيناتهم او مش بيناتهم نعم طلع ابني انا مش عم يمكن شهادتي انا مجروحه اوكي لانه هذا ابني ابني عرفت كيف؟ فدورت على اشوف ابني مش مبين بيناتهم يعني نهائيا منه مبين عرفت كيف؟ وعم راجع كمان انا عم فوت على اليوتيوب على قناتي الجديد برجع عم بطلع كمان صور لمحمد مش مبينه اوكي تبعت فاجاني من ندي دقوني قالوا لي خلي ابنك يتبع من الحراك بيكون احسن له مين دق لك؟ مين دق لك؟ في شخص طلع ماخذ رقم عرفت كيف؟ في شخص يا ست انت بتعرفيني حضرتك يا دموزيل بتعرفيني منيح عشان تعرف كل لبنان شويه
المهم لا لا مين دق لك وقال لك اسحب ابنك من المظاهره؟ هذا رقم مستعار يا ست كرم يا ست كريمه. رشال رشال يا ست رشال كان رقم مستعار. هيدي واحده. الثاني هلا بعثوا لي فايز انه هذا الانسان بدهم يقتلوا ليكبروا الثوره فيه، وهذا التسجيل معي كل معي يعني. اوكي اوكي اوكي, أوكي. ومثل ما قال ابن محمد انه نعم. هذه الاقدام ركبت لانه ما انه منتمي لحدا. ممتاز ممتاز، وصلت فكرتك. شكرا لك استاذ نيشان محمود. نيشان انت بتعرف انه انه محمد حرق حاله بال 2015؟ شفت حريق على رقبته من بال 2015 قدام المحكمه العسكريه، من اول الاشخاص اللي وقتهم هون على رقبته. تندم؟ هلا ايه هلا تندم انت بحياتك؟ هلا هلا بندم على اللي عملته، لانه عملته كرمال بعض الشعب اللي هلا موجودين بالشارع. البعض مين؟ ليش هيك نحكي بالاشباح؟ ما يحرفوها ما يحرفوها. هلا الكل يعتبر عن عن كلهم يعني لهم سوابق، يعني حرفوا مثل ما بدهم يجروا محل ما بدهم. البعض اللي هن عن جد ما بيستاهلوا يكونوا بشر بين البشر. مين اللي ما بيستاهلوا؟ كثار. مين هن هودي؟ لا يا نحكي اشباح. لا لا مش اشباح. افتح فيسبوك. افتح فيسبوك. ما معنا فيسبوك محمد، انت على الهواء يعني. يا بتسمي على الهواء. افتح فيسبوك بتشوف تهريدات بالقتل. يعني ما بعرف هول الاشخاص اللي نازلين بدهم يعملوا دوله بيهددوا بالقتل. عم تصرف محمد مثل خلينا نصوب الموضوع. لانه اتهموك انك مندس عم تتلقى تهديدات. هيدا غير مندس. انا هلا اول شغله اتهموني انه انا سبيت سيد حسن الاستاذ نبيه. انا اصلا ما كنت. ثانيا انه انا ضد المسبات، وبحياتنا ما نزلنا وسبينا. برافو عليك، ممنوع المسبات. حياتنا ما نزلنا وسبينا، وكنا على طول نسكت العالم انه نحن نازلين ثوره حضاريه ما بدنا نسب. وثانيا انا بنزل معي مرتي وبينزل في نسوان والولاد انه ليه بدنا نسب قدامهم. بس بهيدا النهار بهيدا النهار بدكم بتدقوا على الشغل وبدكم فرجيكم اللي بدكم اياه. ما عندي. وجيبوا الكاميرات طوال السراي وتتاكدوا انه انا ما كنت. انا نزلت اخر يعني كان صار لي خمس دقائق وفاتوا مكافحه الشغب وصاروا يحملوا العالم. خلص انت هلا يعني اتهموني انه انا كنت. نحن فتحنا لك مجال محمد انه تقدر. بس اللي كانوا معروفين واسمهم انذكر، اللي اعتدوا علينا، اللي كسروا الخيام، انا رافع عليه دعوه لهذا الشخص. جايب عالم معهم سكاكين ومعهم عصي. مين هذا العالم؟ كمان شبح ما فينا نقول اسمه. بدك تقول اسمه؟ انت اكيد ما عندي مشكله. انا رافع دعوه له. حدا اسمه داني مرتضى. هيدا الشخص اللي اعتدى علينا وكان في شهود لما وقف وسب سب العرض وهجموا عليه شباب، قالوا له ما بنسمح لك تسب كيف بتسب. بعدين وقف بيقول انا ما سبيت لكم. بعد ما نزلوا خوفوهم 30 40 وصلنا مع داني مرتضى. رفض انه يطلع. رفض. ليه بده يرفض؟ انا لو علي شيء ما بخاف. كنت بخاف وبقعد. لو هو خايفان لانه عم بيقلب. رح تنزل على الساحه ولا شو؟ بالوقت الحالي لا، لانه داني مرتضى والشباب اللي معه مهددين بالقتل اذا بشوفونا تحت. نعم. شوفوا خلف. بس ثاني قبلك شوفوا خلفيه الشباب اللي معه مين. نعم. وبعدين قولوا محزبين. شوفوا لمين تابعين. لمين تابعين؟ لمين؟ لا 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 شوفوا يا خي لمين تابعين. بتحكيني بالالغاز؟ ما بحكي بالالغاز. شوفوا لمين تابعين. امي قاعده ببيتها ما بتعرف اذا عرس 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 خلص. طب ينزلوا شوفوا. ينزلوا شوفوهم يا بيعرفوا مين بده ينزل. ما يعني بكفي. انت عندك لحظه انت عندك المعلومه؟ متشكي عليه. اكيد متشكي عليه. متشكي عليه. ما بدي اسمي لانه صار 50 تهديد بالقتل. خايف؟ لا ماني خايف. ماني خايف. بس صار لي 50 تهديد بالقتل، ومن ضمنهم داني مرتضى واللي معه هددونا بالقتل اذا بشوفونا بالساحه. طيب اذا داني مرتضى على باله يتصل ويحكي ليوضح بهذا الموضوع، ممتاز. عملوا معروف، خذوا اتصال. وانا بطلب اذا بيقدروا يطلعوا الكاميرات اللي تحت. نعم. زاهر قيس عندك تعليق اخير؟ عندي تعليق. انا اللي جاي احكي فيه هلا ما بعرف شو عم بيصير بالساحات وبالاجواء. ما بعرف. نحن برات. انا عندي. كيف انت برات عم بتصور؟ نحن مطالبنا واضحه وبسيطه. مش حقوقنا هو. مش مطالبنا هو. طيب تفضل. اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي رح تطالني الي وتطالوا لإله وتطال اللي العسكري اللي ضرب والعسكري وتطال. انت عم ضيع وقتك بالحكي. شو اللي بدك تجي؟ انا اللي بدي اقوله بس هدول الناس اللي عم يتهجموا على العالم بهالشكل ويضربوهم هيك بس يتذكروا انه الاشياء اللي صارت واصلين لها نحن هلا طيلتهم لإلهم كمان. يعني الاشياء اللي صرنا بسيطه اللي نحن بنحكي عنها حققتها هيدي الحركه طيلتهم بشكل مباشر لهم. وثاني شيء بدي اتشكر النقيب استاذ ملحم نزل لعنا امبارح بالليل. ملحم خلف صح. وبدي اقول لهم هيدي كمان مسطره عن الناس الصح بالمكان الصح. ممتاز. شكرا لك الممثل زهر قيس. شكرا لحضرتك محمد حرز.